أعزائي المشاهدين، جينا للرسمي وجينا للفلوس. نفكر اللي تبعثوا أم على 85811 وتنجموا تقسموا الفلوس مع عائلة بن حسين، اللي عائلة ماضيين ينجموا يربحوا فلوس بالباهي اليوم. تبعثوا أم على 85811 ريتهم كيفاش كانوا ينقزوا وشتيح والدنيا وقت الفلوس يستلبسوا. بس كل خويا التركيز عدول. شنبدا بك انت عادل؟ كي تكون حاضر قل لي حاضر. توكلوا على ربي. توكلوا على ربي. بسم الله. توب ثلاثة أولاد يبدأوا بحرف الباء. براوي، إبراهيم، بسام. ثلاثة روايات عربية. باس. ثلاثة فيربوات يبدأوا بحرف الأ. باس. ثلاثة مسلسلات مثل فيهم فتح الهداوي. سيد الريم، أولاد مفيدة سيد الريم، أولاد مفيدة أفلام ولا مسلسلات؟ ثلاثة مسلسلات. سيد الريم، أولاد مفيدة وغادة. ثلاثة خدم نلقاهم في الحمام. طيب، الكاسيي وال ثلاثة خدم. طيب والكاسيي. طيب والكاسيي. باس. ثلاثة دول تبدأ بحرف الجاء. دول. دول. باس. ثلاثة أندية هزت شامبيونز ليج. برشلونة، ريال مدريد، ليفربول. هاي ليفربول. برافو برافو برافو. صحيت صحيت. يعطيك الصحة عادل. قداش من إجابة؟ ثلاثة أولاد يبدأوا بحرف الباء. قلت؟ براوي، بسام، وإبراهيم. وإبراهيم. إبراهيم بالاء. إبراهيم. إبراهيم مش إبراهيم. 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 مش إبراهيم. 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 حتى سيدنا إبراهيم. إحنا نحكيه بالكبدة مكتوبة. مكتوبة مكتوبة بالفرنسية. إب بالفرنسية. إبراهيم. 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 هذاك هو تحوطك إبراهيم. أو يحب يكسر النظرية بتاعته العربي في العالم. شبيك نوري شبيك. أول يحب يكسر النظرية متاع اللغة العالم اللي خلق لغة سماه سيدنا إبرا ألف إبراهيم. 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 أكرت قلت بشير مو بدر. بدر مش مشكلة. جيمة برجولين متفرش. كيما فكرتني في اللي قرأ واحد قرأ تحكي هي ماستر حاسيلو. المهم طفل اسمه بالقاسم والبروف قال لهم شكون اعطوني اسم بالواو. قال له بالقاسم. قال له بالقاسم بالبي مش بالواو. قال له في الدار اعطوا لي واو بالقاسم في الدار. انت عملت كيفه بالضبط ابراهيم. شوفوا قداش عنده قداش قعد لهم فلوس. نوري متخشش عليك ما عجبكش عادل نسيبك. قال لي قبيله في الكواليس قال لي نسيبك. ليه؟ عينيا هذاك عينيا. قال لي نوري نسيبك. نسيبك يا اخي بالرسمي. نسيبي وين اشاعات فمش من غلطه. هو قال نسيبي يزي كرته برنامج صحيح صحيح غلطه. مرتي وصغاري واحد وش يعجبكش كرته صحيح باش نجدد حياتي يا ماما هذاك بطلت. خلينا نشوفوا قداش قعد فلوس. 84 مليون باقي فلوس. سادة المشاهدين دبعتوا ام على 85811. تكون حاضرة أمولك قول حاضرة. حاضرة سيبا. بسم الله. توب ثلاثة سور في القرآن باسم حيوان. الفيل. كل حاجة غلطة. النملة ولا النمال. العنكبوت. ثلاثة بلدان عندها حدود مع فلسطين. العراق. لبنان. ثلاثة بلدان في عالمها فما نجمة. مغرب، تونس، تركيا. ثلاثة ألقاب عمره ما هزهم فريق تونسي. ما فهمتوش باس. ثلاثة قواسم من العشرين. أربعة، خمسة. أربعة، خمسة، اثنين. ثلاثة مهرجانات سينمائية. متاع القاهرة، متاع بوليود، متاع تونس. ثلاثة مسلسلات تركية. مسلسلات قلوب ذاك بالواحد. الحب الأعمى. شنو كهو باس. ثلاثة نباتات نفرحوا بها من الماكلة. المعدنوس. ها النعناع. نعناع و فيه التوقيت يا أمل. فيه التوقيت. أصفق وصل. أصفق
وسط طلع لي نباتات. لا لا نباتات. نباتات نخيل وزعتر. بربي يا كريم من بكري هو توا بالله كي يوصل لك وري روحك. لا باش وري روحك. وري روحك. زوما ديجا معمل عليكم انا ما عنديش حتى جواب صحيح. توا خلي في صحيح. انا ما عندي معمل عليكم قلتوا لي قاعدين نشوفوا في صرف عليكم دم قلبي. يعطيك الصحة مل عندها أربع إجابات صحاح برافو مل. قداش قعدوا فلوس من 84 مليون؟ 72 مليون. عجبك انت انا موش اربع سؤال. نفكروا بالاس ام اس ام على 85811 باش تقسموا الفلوس مع عائله بن حسين ان شاء الله يربحوا فلوس وتقسموا معاهم ان شاء الله. احمد وما نعاونوش بعضنا حتى الجمهور ما نعاونوش بعضنا. بسم الله توب ثلاثه لعاب يلعبون في القهوه. الرمي الكارتا الديمينو. ثلاثه مشاهير اسمهم رؤوف. روف بن يغلان، روف كوكا وروف بوزيان. ثلاثة حاجات جماد يبدأوا بحرف الفاء. باس. ثلاثة قنوات وثائقية. ناشيونال جيوغرافيك اقرأ و ناشيونال جيوغرافيك واقرأ و تونسنا. ثلاثة ممثلين في مسلسل مكتوب. ثلاثة ممثلين في مسلسل مكتوب. باس. ثلاثة بقايا ندخلهم بريزرفاسيون. على القهوة عندك البواد دنوي والديسكو. ثلاثة رياضات تتلعب في الألعاب الأولمبية. الكرة الحديدية، رمي الرمح، الاتليتيزم. ثلاثة فنانين لبنانيين. باس. ثلاثة مشاهير اسمهم حسين. حسين العفريت، حسين جنيح. باس. جسمي معروف. أنا أسألتوا تهيين أنا كريم. نتجنى صعب. نهار كامل بسمع. لا هذه كل واحد معناتها الفكرة تجي في مخه معناتها. يعني بعد باس قديش. أما البراوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة. عنده ثلاثة إجابات صحاح نورمالمون من 72 مليون قديش يقعدوا؟ 58 مليون سادة مشاهدين باقي فلوس سبعة أيام على 85811 والنوري من بكري مش عاجبته الإجابات نستناو فيك باش نخلطوا للنوري شنيا الإجابات المشكلة اللي أنا زيرو معلومة أنا معمل عليهم في بالي أنا باش نهردها يلا أمولة نور نور سامحني يلا ما يعرفوش معاكم يا أخي يعرفكم ولا عايش واحد نور يوميا كل صباح نصبح عليها نور كل صباح كل صباح في نور ونهارك يتعدى به اكسبريس نور قهوه باه يا يا نور خل تركز نور خليها تركز نوري خليها تركز نور ونور خليها تركز نور بسم الله توب ثلاث اشكال هندسيه بالفرنسي تريانجل ريكتانجل كاري تروا كونسون باس ثلاثه بلدان اوروبيه على البحر الابيض المتوسط اسبانيا ايطاليا وفرنسا تروا فوايل او و اي و و و سي ثلاثة دول عالمها فيه زوز الوان تركيا تونس و تركيا تونس والمغرب ثلاثة فنانات شعبيات توانسة رمزي عبد الوهاب حبوبة وهادي دنيا ثلاثة ملاعب في تونس الملعب ملعب رادس ملعب تسوسة وملعب ملعب رادس ملعب تسوسة وملعب سباس ثلاثة لاعبي كرة قدم مصريين بس ثلاثة دول هزت كأس العالم كأس العالم بس ثلاثة بنات يبدأوا بحرف الباء بهيجة بوراوية بسمة ثلاثة فنانات شعبيات فنانات شعبيات بس اللي بعده خليني حبيت نصلح لك خاطر انت جاوبت قلت الهادي حبوب والكل وانا قلت لك فنانات قلت يا رمزي عبد الوهاب فنانات قال فنانات ولا فنانات فنانات عمري ما سمعت بوراويه في حياتي ملي تخلقت معناها انا جارتي وانا حبيب بوراويه بس اللي بيت تقلي في الزريره قسمها بوراويه صحيحه مالها صحيحه تخدم معانا واحده في التليفونات بوراويه بوراويه هي البوراويه يعطيك العافيه انا حمام بوراويه حمام بوراويه عندكم اربع اجابات صحاح برافو نور صحيت قديش قدر لهم فلوس 46 مليون باقي فلوس شاد المشاهدين ام على 85811 وعندي ثقه في نوري ونجمو تنجموا تقسموا معاهم فلوس اليوم فوالا جوجل بار
جوجل مشاو الفلوس مشاو مشاو الفلوس كريم كريم ما تشلقش مو سيلفي 4 ملايين ما تشلقش بسم الله توب ثلاثة حيوانات يبدأوا بحرف السين سنجيب سلحفات سكمبر سكمبر ثلاثة ممثلات مصريات فيفي عبدو باس ثلاثة رؤساء عرب حاليين قيس سعيد محمد السادس ولا محمد السابع شو اسمه الأسد الأسد وش اسمه السيسي السيسي ثلاثة شخصيات سياسية وقت بورقيبة شو اسمه المزال مش المزالي ليه فرحات حشيد بن يوسف بن يوسف و شو اسمه بن يوسف والآخر باس ثلاثة شخصيات عبد عربية تبدأ بابنه ابنه رشيق ابنه عمر ابن خلدون خذيت برشا وقت يا نور المزالي وسيلة وفرحة حشيد هذوما الكل وريتهم لي عندك السؤال عندك هذوما هذوما الكل ربي خلينا نعطيك ورقة خلينا نعطيك ورقة اللي كسيتو الكل موجودين المزالي وسيلة برشا خلني بكري انت شبيك انت وما ضربتنيش بالله لحظة بارك خلي يكمل الاحتجاج نتاعو عادل شنو تحب تقول له عادل نور هو هو جيت تضحك المينا من الليل غناه لا لا تعرف شنو مشكلته في حياته هو ومشكلته في حياته ديما شعره يعني تعرف واش نعمل له نهار باولو اسمن بالله مش نمشي نبات بحذاه باولو لا بتتفرج مش نحط له حكايه يشربها مش يرق نوري هم عاملين عليك جيت انت قعدت في عقلك لا شو اسمه الحكايه ارجع عاد خلينا نشوفه تو خلي يسترني يسترك قريب باه حيوان السكمبر سكمبري سمكة سكمبري حوت سكمبري حوت اسمها سمكة بالعربية إيه سكمبري سكمبري عنده اسم بس سكمبري سكمبري معروف دو امشي لقليبيا أنا ولد منطقة حمام الغزاز وقليبيا كلها سكمبر 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 على عجلة وبوراوية تبيع في السكمبر بوراوية تخدم معنا تبيع في التليفونات موجود ما صحيح يعتبروه صحيح سكمبر حيوان سكمبر تصفيق على سكمبر خنشوفوا قديش عنده من إجابة صحيح عنده زوز إجابات صحاح نوري زوز نشوفوا قديش قعد لهم فلوس 30 مليون قعدوا 30 مليون سادة المشاهدين كما ريتوا عائلة بن حسين عائلة بن حسين باش يلعبوا على 30 مليون الليله نفكركم تنجموا تقسموا معاهم الفلوس فلوس بالباهي ربحوا ام على 85 811 تنجموا تقسموا معاهم الفلوس نشوفوا شكون الزوز اللي باش يجيو يلعبوا بحذانا شكون الزوز امل امل ايش امل ايش امل وعادل هذه باش يعطيهم باش يخرجوا ال 100 متوج ايش بحذانا امل عادل شكون تحبوا يبدا قبل هو يبدا امشي عملت حطوا لك موسيقى برا برا امشي غادي غادي حطوا موسيقى الامل ونبداو مع عادل اجا بحذايا عادل توا اعزائي المشاهدين الاصعب فتره في البرنامج اللي عائله بن حسين اللي عملوا لنا جو عائله محلاهم بالحق وعملوا لنا جو الكل ان شاء الله يروحوا بفلوس نفكر سيد المشاهدين يبعثوا ايام على 85 811 تقسموا معاهم 30 مليون عادل باش يلعبوا بعد باش دخلت امل عادل كي تكون حاضر قول لي حاضر اسئله اسهل منهم ما فماش سهلين على واضح الكاميرا نتاعك هذيك عادل باهي برا يقصد رب بسم الله توب كلمه يقولها التونسي تعبر على التعب تعب شنو هي الحاجه اللي تخليك ما ترجعش الريستورون كليت فيه لاديسيون كلمه تجي لمخك كي نقول لك عيد صغير كل عام وانت بخير اكثر مساج يجيك من شريك حياتك نحبك شنو هي الوضعيات اللي تخليك تطلب مساعده الحمايه المدنيه حريق صحيت صحيت عادل اجاباتك حسب الراي نورمال منطقيه وما نعرفش تونس جاوبوا كيفك ولا كلمه يقولها التونسي تعبر على التعب عادل ايش قلت تعب تعب كلمة يقولها تعبر على التعب تعب تعب نورمالمون زعما قداش من تونسي من اللي سألناهم
قالوا تعب. ايه على الصباح كلمة تعبر على التعب. كل على الصباح يقوم وين نصبح عليه يقول لي تعب. دقدق على الصباح. قلت له صباح الخير قال لي تعب. والله كل ما نقوم الصباح قلت له صباح الخير قال لي تعب. قلت له صباح الخير. قديش من تونسي قالوا تعب اللي تخيلها إجابة منطقية كلمة تعبر على التعب تعب. وبرشة توانسة مقسومة بين تعب ومبايل. برشة توانسة يقول لك مبايل معناها تعبر على التعب. مبايل شنو هي الحاجة اللي تخليك ما ترجعش الريستورو كليت فيه قلت لاديسيون؟ السوم. 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 غالي حشرت نورمال هركه حركه عادي جدا. متوتر متوتر كريم متوتر ايه عندك والله توترت معاك. نحبكم تربحوا ولا نحب ولا لا سوم غالي غالي برشا غالي. كان عاد نسالك مره اخرى شنو نورمال ايه سوم اني سوم اني ريستورون غالي ما نرجعلوش وتوانسه الكل كيك نورمال فيها فيها برشا الاكله مش بنينه ولا السوم فهمت زكريا السوم فهمت يبدا غالي ما يرجعلوش اي بلاصه غاليه ما ترجع ليش كريم 13 13 قالوا السوم غالي ما نرجعلوش. فما شكون قال اكثر من الاكثر اللي جابيت الماكله خايبه ماكله خايبه ماكله خايبه اكثر اللي جابيت قالوا ما نرجعلوش. كان يسرب جاتني كلمه تجي لمخك كي نقول لك عيد صغير كل عام وانت حي بخير. كل عام وانت حي بخير كلمه تجي لمخك كي نقول لك عيد كبير عيد صغير كل عام وانت حي بخير. عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير. كل عام وانت حي بخير توانسه الكل يقولوها كريم. هي السؤال رمضان كي نقول لك عيد صغير الكلمه اللي تجي في مخك كي نقول لك عيد صغير. ايه كل عام وانت حي بخير. كلمه تتقال من اللي تخرج من الدار تبدا تسمع فيها. سؤال لازم فهمك عاد. سؤال ماهوش كلمه نقولوها نهار العيد الصغير. ايه كلمه تفكرني بالعيد. ايه شلون يفكرني بالعيد كل عام وانت حي بخير. هذه كل عام وانت حي بخير تبدا تسمع فيها من الصباح وانت حتى اللي تروح. والواحد يعرضك اياه تفكر كلمة تفكر بالعيد الصغير حاجة تفكر بالصغير بحياة سر هذه سر هذه سر عرفت سر عادل خطر انت تخمامك تخمامك تضربه بالسبات والله يكون صحيح كان قلت عيدك مبروك يا عادل باش تروح دورولا فرانكلان كتاب حياتي عين ما شفتي زيه كتاب ده الفرح في سطرين والباقي كله مرار طفله معاك فمش من اكثر مساج يجيك من شريك حياتك اش قلت؟ نحبك نحبك لا مش باش نبعث نعشق يا طاول نعشق كريم خسر نضرب لك عصابك نحي صابات ونضرب تونس كلمة تطق قلبك على تخرج جمال تجيب علاش فدك وترني وترني اكثر من اللعب تفز فيك ولا وترني شو باش يقول لها نعشق لهواه نعشق قديش من تونسي قال نحبك اكثر كلمه تجيك من شريك حياتك نموت عليك أكثر مساج يجيك من شريك حياتك أكثر مساج في التليفون يجيك من شريك حياتك بو زينك عرفته كليا نعم بو زينك ذكرته اسكت وترت لي أعصابي اسكت وترت لي أعصابي اسكت وترت لي أعصابي ولا تنرفز بالرسم اسكت وترت لي أعصابي وترت لي أعصابي اسكت ما تفرجش فيه خلى نعم اسكت وترت لي أعصابي اسكت رجع له سبدري برا رجع سبدري يا حمادي ما تفرجش في الفيديو في الفيديو هو ينقز هكا نعم بوزينك نعم بوزينك ما تفرجش فيها نعم بوزينك خليه يركز خليه يركز ولا تنرفز بالرسمي فات وسع بالك وسع بالك وتر لي اعصابي وتر لي اعصابي اكثر مساج يجيك من شريك حياتك نحبك صباح نحبك في الاذاعه اللي تبعث لي فيها ايناس قدم لها تحيه ربي يفضل عايش
نعم بوزي. قداش من تونسي قالوا نحبك شريك حياته ومرته؟ لا يقولوا نعشق نحبك نموت عليك، هذاك هو معناه صحيحة ديك يا ربي واحد. 15 قالوا نحبك، 15 قالوا نحبك. أكثر مساج، أكثر مساج، أكثر مساج. كان بعد نعطيك الإجابات اللي قالوهم التوانسة أقرب وحدين. أي شريك حياته معناها خطر في مساج. أكثر كلمة تتقال المية اللي سألناها من المعارسين معناها عطاونا. شنو هو الوضعيات اللي تخليك تطلب مساعدة الحماية المدنية؟ قلت حريقة لوجيك. حريقة تخيل لوجيك حريقة. شنو مال طهور؟ لا لا معك، لا معك، لا معك، ولا ولا حريقة. شنو طبعا باش يقولوا ايش طهور؟ عندي طهور بالطبيعه. حريقه حريقه. قال حريقه عادل اسمها زعما قداش من تونسي قال حريقه. كامله باش تجيب لازمها 100 واشره. مبروك. مش مبروك لازمها 200 راه. لا مبروك 200. 24 24 24 قالوا حريقة. ثم هم 24 قالوا حريقة. نعيطوا الأمل مازال برشا بعيد. عادل لمس 78 112. أي عيطوا الأمل، عيطوا الأمل. أمل ما تحكيش معاهم، ما تحكيش معاهم. أنت خسر الأمل أمل. أمل لا ما تخزرهمش، تخزر الكاميرا. أنا خزرنا 78 على 200. أمل لازمك تسلك. ماهي لازمك تجيب 122 نقطة. أسئلة سهلين ولا سهلين بالوقت على. أوكي حاجة قالها عادل باش نقول لك تقالت. شوف إجابة أخرى ما نحاولوش نعاونوها باش ما نخسروهاش. معنا عادل منفذ شادهم بالإجابة وكل شيء معناها أنا بادي فيها. ما عادش تلفت أمل تخص الكاميرا. كل حاضر قولي حاضر. حاضر. بسم الله توب. كلمة يقولها تونسي تعبر على التعب. باش نموت بالتعب. شنو هي الحاجة اللي تخليك ما ترجعش الريستورون كليت فيه؟ ها؟ حاجة تخليك ما ترجعش الريستورون كليت فيه. لك أنت ما تعجبنيش. كلمة تجي لمخك كي نقول لك عيد صغير. الحلو والفلوس. أكثر مساج يجيك من شريك حياتك. نحبك أمل. تقالت. صغرونتي. شنو هي الوضعيات اللي تخليك تطلب مساعدة الحماية المدنية؟ كأن الدار تحرقت. تقالت حرقت وفي توقيت. تصفيق عليهم. حرقة قالت وفي توقيت. باهي أمل خل نفهمك حاجة. مش صغرونتي أنت تحكي على روحك. قلنا التخميم التوانسة. التوانسة ما يقولوش صغرونتي. التوانسة يقولوا وينك؟ توحشتك؟ أو قال هو نحبك أنت قلتها. كلمة يقولها التونسي تعبر على التعب. مش قلت؟ ميت بالتعب. ميت بالتعب قالت أمل. ميت بالتعب نبار زعما التوانسة قالوا تعب وحدها وميت باش نموت بالتعب وحدها. تنجم تكون خاطر نقولوا في الدنيا تعب وساعات نقولوا ميت بالتعب. أكثر من تعب. ميت بالتعب أكثر من تعب. باش نموت بالتعب. باش نموت أنا تو. زعما خدش من تونسي قال باش نموت بتعب. هيا 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 24. باهي 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 باهي. فما اللي قالوا مبين، فما اللي قالوا مدقدق برشا العبارات نتاعنا الجميله. شنو هي الحاجه اللي تخليك ما ترجعش للريستورون اللي فيه الماكله ما عجبتنيش؟ تصور نورمالمون لوجيك. نتصور لوجيك الناس الكل. اما شويه شويه اكثر حاجه. برافو امل على الاجابه نتاعك هذه. برافو برافو. انت شاب تلميذ الدوسي. يا رب يا رب يا رب يرقعنا بذي على الاقل رقعنا بذي. امل كنا قوميه هذه. انت الامل الوحيد. صوره 100 هذه. انك ترقعنا هذه يا كاو. ليه ماكله مسخه اكثر حاجه. ها يا رب يا رب صارت روك كبيرة برشا. 25 25 قالوا الماكلة ما عجبتنيش. صحيح 25 قالوا الماكلة ما عجبتنيش. إجابة رقم واحد كانت قالوا لي تو الماكلة مسخة. مسخة هكا ولا؟ هي الإجابة رقم واحد. كلمة تجي لمخك نقول لك عيد صغير قلت لحلو سيدي رمضان مهبة.
اهلا رمضان. نحن والفلوس. الشعب التونسي كل تقول له عيد. اجابه الاولى تقول لك الفلوس. زعما شنو تقول؟ انا عيد. انا انا نتخيل اكثر اجابه ما بيناتهم المهبه والحلو. كلها تونس كلها طعم في الحلو كل. يلا 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 يا رب يا رب يطلع الفوق. الحلو هي اكثر حاجه تجي للعزه. الفلوس. قداش من تونسي قال الحلو؟ كلهم يحلوا الحلو. الكوش الكوشه في تونس تخدم. 34 يا رب يا رب يا رب يا رب. ما جاوبتش على الاخراني. ما جاوبتش على الاخراني. ما جاوبتش على الاخراني. توا بدا الابداع بتاع امل. اخزر قداش عندهم لي قداش مشيت مريق. لا لا شو قالت في نحب مغرونتي يا خالد. انت صغرونا شعر. لا شو قالت؟ مغرونتي. ايه كل كل صغرونتي. اكثر مساج يجيك من شريك حياتك. فاش تعمل وينك؟ مشيتوا ديريكت للحب وللعشق، ما زلتوا ما عرستوش انتوما؟ تو تعرسوا تعرفوا المساجات اللي تجيك. جيب الخبز جيب الحليب جيب المعرس جيب الكوش. ربيك تسال الطبيب بس المجرب. اكثر مساجات تجيك شنيا مثلا؟ سعدوا يطيح سعدوا. ايه تتربش بيا في الايام الحلوه والايام الاولى. يصغروني يا قدود نصغار نصغار نصغار. وتو ليه هبلتني تصغير معناها قبل؟ ما كنتش فاهمين البرنامج انتم، انتم تحكيوا على رواحكم، نحكيوا على تحكي على التوانسه اش تقول؟ شفا طحين، شفا خبز، شفا كوكوش. وينك؟ فاش تعمل؟ وحشتك انت وشكون؟ وقتاش تروح؟ زيب خبز، نحبك زاده موجوده مش هبط الزبله. خنشوفوا احنا خنشوفوا. اكثر مساج يجيك من شريك حياتك؟ هبط الزبله. ليه هبط الزبله هي تقولها له ديريكت بعد بعض؟ لا وهي تخدم وتوصل فيها هبط الزبله. لازم تكون. خنشوفوا صغرونتي قداش من تونسي قال صغرونتي. بوزينو بوزينه هي صغرونتي. ريت ريت البراءة اللي فيها ريت صغرونتي. ريت محلاها هذيك كلها براءة. كل اغزر الاغزر صغرونتي يا كدوت. وي زعما قداش من تونسي قال صغرونتي. راح توصل 200 يا ربي يا ربي. زعما قداش من تونسي ما قالها حد قال حد صغرونتي منطقية. شنو الوضع هيك؟ قلت له مساعدة حامد أنا قلت حريقة قلت لك تقالك وفاة توقيت. حب تصفيقة كبيرة كبيرة على عائلة بن حسين اللي نورونا اليوم وعملونا جو ويعطيهم الصحة. للأسف أمل في الآخر دخلتها بعضها. حادث كانت رقم واحد، رقم اثنين حريقة. هذوما الإجابات بتاع توانسة. وينك فاش تعمل أكثر إجابة مساج يجيك من شريك حياتك؟ كلمة تجي المخ يقول لك عيد صغير لحلو كانت في المرتبة الأولى. شنو هي الحاجة تخليك ما ترجعش للسنوك اللي فيه كانت توسخ؟ كلمة يقولها تونسي تعبر على التعب كانت تعب والثانية مبايل. هذوما هما الإجابات. صفق عليهم يجاوب حذانا عاد يجاوب حذانا يجاوب حذانا. كلمة الختام شنو تحبوا تقولوا هاك الكاميرا قدامكم؟ نحب نشكر إنسان عزيز عليا برشا برشا نحبه برشا. سيد محسن البيت في ضي صديقي يا انسان اي رجل مسرح لا 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 زميلي في العمل اللي عندك هو وعاطف. نحب نشكر امي برشا 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 اختي مها خويا هيثم ناظم العائله الكل ابراهيم كهو وكهو خاصه ريت التابعه خاصه خويا الصغرون مالك اللي بالحق بروغرامي انا خاطر هو معناها لغايه اني باش نسعى باش نوصل نحقق البيوت نتاعي سنتر كبير معناها نتاع امراض خاطر هو ديجا مريض فهمت. حبيت يكون هو موديل معناها وخاطر نتعامل برشا مع الحالات هذوما بالحق والعائله والفامي. يعطيك نور يا صحة عملت لنا جو نور اليوم. ميرسي جمهور شيخ عليك ولا محليك صحة عملت لنا جو باهي عادل. نحب نسلم على دارنا نسلم على اخواتي ونسلم على وليد الحجام والجروب نتاعو وائل وزياد وياسين. نسلم على اصحابي الكل احمد الحاجي اولاد اصحابي الكل الكل يقعدوا معايا سوسه والتاكسيستيه وكل كل نسلم عليهم الكل. امل بالطبيعه نحب نقدم تحيه لامي تجراسي ونحب نقدم خويا سامي قراني نحبك على الاخر واخواتي نورشين نوران وكلابي اللي باش يتفرجوا عليا بالطبيعه نحبهم على الاخر وللي خسرني الفلوس في جره صغرون تقراني نحبك يعطيك الصحة أمل نورتونا أحمد
نحب نقدم تحيه لامي ونقول لها ربي يفضلك لي هذيك اول حاجه في حياتي وربي يرحم زاده بابا الله يرحم هذيك امي تعبت علينا برشا ونقدم تحيه لاصحابي كله الجاريه بالخارج اليوم اصحابي واحبابي وبرشا ناس في الخارج صح نسلم على الجاريه بالخارج الكل نور نقدم تحيه لماما اول حاجه نقول لها راني نحبك برشا وربي يخليك ليا كمال ومريم هذوما زاد وقفوا معايا باش جيت لهوني اصحابي الكل والناس اللي نحبهم الكل ديديكاس كبيره كبيره لاهل منطقه حمام الغزاز من ولايه نابل كل اولاد الغزاز الكل كاين نحبكم سلموا عليهم الكل تحيه تحيه كبيره للجمهور ميرسي بيان معانا اليوم جمهور ميرسي هذاك يا جمهور على كريم احلى منصب كريم بربي نحب كريم هاي انا مع الشفاق شفاق اللي جايبنا بربي والله مريحه شفاق اللي جايبهم الباج بتاعهم كمل عادي برشا طلبات اكرم سلموا على تصفيقه كبيره على جمهور معناها الجروب البريكادروش على انيفرسير اللي عامل سلم على التويس الكل على حلقه هاي كمل كمل ولا سيبوه ما كريم مش تحبني مباسي ايناس سلم عليك عندي طفله معايا شو نقولها من غير ما تتغشش 12 سنه خطبتها 39 مره بوها ما حبش يعطيها لي في التلفزه سايب الطفله يرحم والديك راني نحبها برشا هذا موضوع يعني حلقه كامله جعفر القاسمي دبرت لك حلقه مش نورمال انسان خطب طفله 39 مره معني حلقه تعمل لك البوس نجم ترجع بحذين واستدعى ابو الطفله واحكي له قدام توانسه نحب نشكر الجمهور كالعاده يعطيكم الصحه نشكر هاني كوليكشن على اللبسة ميرسي للحوار التونسي ودمتم أو فيها قناة حوار تونسي وملا توانسة نتقابلوا في حلقة جديدة من ملا توانسة